من بيت النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج من بيت النبوة وقصة زواج رسول الله عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة هي رملة بنت صخر بن حرب الأموية القرشية، وصخر بن حرب رضي الله عنهما هو سيد قريش المعروف بأبو سفيان. أسلم أبو سفيان يوم فتح مكة، فأمنا أم حبيبة هي بنت عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمها هي صفية بنت أبي العاص زوجة أبو سفيان الأولى، وكانت من سيدات مكة من أسرة ثرية جدا، والأغلب إنها أسلمت وكانت من الصحابيات رضي الله عنها. وكذلك بتكون صفية أمها لأم حبيبة عمة مين؟ عمة الخليفة الثالث عثمان بن عفان. أما أشقاء أم المؤمنين أم حبيبة هم الصحابي يزيد بن أبي سفيان والصحابي والخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني أم المؤمنين أم حبيبة صاحبة جاه وعز ومال، اتزوجها قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام عبيد الله بن جحش ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مين؟ ابن عمته أميمة بنت عبد المطلب. وعبيد الله بيكون شقيق أم المؤمنين زينب بن جحش، وأخو كمان مين؟ عبد الله بن جحش. اتزوج عبيد الله بن جحش أمنا رملة في مكة، وهاجروا مع بعض إلى الحبشة بسبب أذى وعداء وصد مشركين قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام وللمسلمين. أمنا رملة صحيح هي بنت سيد قريش أبو سفيان، لكنها بنظر المشركين صبأت وتركت دين الآباء والأجداد، فتركت أمنا رملة المال والجاه والعز، تركت كل شيء وهاجرت إلى الحبشة، هاجرت بدينها محبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي أغلب الروايات أن أمنا رملة كانت حامل من زوجها عبيد الله، يعني رضي الله عنها وأرضاها متربية على العز والدلال، أبوها سيد قريش، أمها من أسرة ثرية جدا، ومع ذلك تركت أمنا أم حبيبة رضي الله عنها المال والجاه وهاجرت الحبشة مع زوجها ومع بعض المسلمين. تعب جهد وهي حامل، طب متخيلين المسافة من مكة إلى الحبشة، حر الصحراء، لكنها هاجرت محبة لله ولرسول الله وأنجبت طفلتها حبيبة في الحبشة. وخلينا نكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل، خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع قصة زواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. هاجرت أمنا أم حبيبة إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وفي الحبشة وحسب أغلب الروايات أن عبيد الله ارتد عن الإسلام وأكثر من المعاصي وشرب الخمر، وبأحد الأيام سقط من جبل مرتفع وتوفى الله. واللي زار أثيوبيا وإريتريا شاف قديش ارتفاع الجبال، وفي بعض العلماء قالوا بأنه أكثر من المعاصي وشرب الخمر في الحبشة، وتوفى الله سبحانه وتعالى على معاصيه والله تعالى أعلم. فبقيت أم المؤمنين رملة مع طفلتها حبيبة في الحبشة في بلاد الغربة، ذاقت الدنيا عليها ابتلاء شديد، عسر، شو تعمل؟ ما راح تقدر ترجع لمكة، وصعب تظل لوحدها مع طفلتها. وللعلم الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا معها كانوا يخدموها وما قصروا معها، وكذلك النجاشي أكرم جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. لكن خلينا نتخيل معاناة وتضحية أمنا أم حبيبة، تركت المال، تركت الجاه، تركت العز وهي حامل، هاجرت للحبشة. إحنا عارفين المسافة طويلة والحر، مشقة السفر، وبالحبشة أضيفوا للحكي هذا كلياته عانت مع زوجها ظروف صعبة قاسية، والآن وحيدة مع طفلتها. عليه الصلاة والسلام سمع بقصة أم حبيبة والمعاناة اللي عانتها في سبيل الله، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعرف قديش كانت عايشة برفاهية وعز، والآن عانت وضحت. وكذلك أبوها أبو سفيان سيد قريش عرف اللي صار مع بنته، لكنه ما بيقدر يعمل شيء. لكن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كتب للنجاشي، ولاحظوا إنه عليه الصلاة والسلام كان بكتب عادة لمين؟ لسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إذا في شيء بهم المسلمين الموردين بالحبشة، لكن الآن بكتب للنجاشي. ليش؟ دلالة على كرامة أمنا أم حبيبة رضي الله عنها وأهميتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكتب للنجاشي حتى يخطب أم حبيبة لرسول الله. النجاشي فرح، انبسط كثير، فأرسل النجاشي جارية حتى يتخبر مين أم حبيبة. وكانت أم حبيبة معتزلة الناس،
فطرقت الجارية الباب لكن أم حبيبة ما فتحت. رجعت الجارية للنجاشي وحكت له أنا بدك عليها الباب بس ما تفتح، فأمرها تروح مرة ثانية وتحاول معها وتحكي لها يا أم حبيبة إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أرسلني إليك. وبالفعل راحت الجارية، وأول ما طرقت الباب وحكت يا أم حبيبة رسول الله أرسلني إليك، مباشرة أم حبيبة فتحت الباب حكت احكي لي خبريني شو ما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت الجارية رسول الله أرسل للنجاشي حتى يخطبك إله. ففرحت أم حبيبة ومباشرة انطلقت للنجاشي، فخبر النجاشي بالأمر وسألها مين بتوكلي، مين بتوكلي أم حبيبة؟ فحكت له خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فأصدقها النجاشي 400 دينار حسب بعض الروايات، وأولم لها يعني ذبح وعمل وليمة كبيرة فرحا بخطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة. النجاشي انبسط كثير أنه خطب لرسول الله، وبنفس الوقت فرح كثير لأم حبيبة لأنه عارف قديش عانت وتعبت. وطبعا مشاهدينا الكرام بخصوص صداق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، في حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه المبلغ كان 500 درهم، وهذا موجود في صحيح مسلم. الآن بقيت أم حبيبة رضي الله عنها مع المسلمين في الحبشة بعد ما خطبها رسول الله حتى عادوا جميعا إلى المدينة بعد فتح خيبر. سبحان الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقدر يجيب أم حبيبة، ما هو خطبها وخلاص ما في مشكلة وما حد حيعترض، لكنه راعى مشاعر المسلمين اللي بالحبشة فخلاها بالحبشة لغاية ما يرجع كلياتهم. وكان ذلك طبعا بعد فتح خيبر. فخرج عليه الصلاة والسلام لاستقبال أمنا أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها، وكان ذلك في عام 7 للهجرة. وبقيت طفلتها حبيبة معها اللي هي ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هاي الطفلة اتربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا رملة رضي الله عنها وأرضاها روت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما إجا أبوها أبو سفيان للمدينة وهو مشرك في ذلك الوقت من أجل استمرار صلح الحديبية بعد إيش؟ بعد ما غدرت قبيلة بكر وبعض مشركي قريش بقبيلة خزاعة، راح أبو سفيان يحاول يرد يضبط العهد لأن العهد انفسخ، فراح لمين؟ راح لحجرة بنته. فمباشرة شو عملت أم المؤمنين أم حبيبة؟ كان عندها بساط، مباشرة طوته هذا البساط لمين؟ لرسول الله. وشو حكت لوالدها؟ هذا فراش رسول الله ولا يحل لك أن تجلس عليه. كذلك كان دور كبير في مساعدة الخليفة عثمان بن عفان ودعمه. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها عانت، ضحت، قدمت وهاجرت، تركت كل شيء من أجل الله عز وجل، وذاقت الدنيا عليها عسر، كرب، ابتلاء، ارتد زوجها، هاي لحالها مصيبة، ومات وهي بالغربة، ظروف قاسية، ابتلاء شديد. ومن هذا الابتلاء جاء الفرج، جاء الفرج من عند الله عز وجل بزواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منها. فأصبحت أم المؤمنين أم حبيبة، شو أصبح؟ زوجة رسول الله، صارت أم المؤمنين، يعني من العسر إجا اليسر. الله سبحانه وتعالى شو بيحكي؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مهما ذاقت الدنيا راح تنفرج، من العسر يأتي اليسر. مهما ذاقت عليكم الدنيا، مهما كان الكرب الابتلاء شديد وصعب، أحسن الظن بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. رضي الله عن أمنا أم حبيبة وعن جميع أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.